أستاذ خالد، فيما يتعلق بالتوقيت، ترقب يسود المنطقة كما تعلم تبادل للتهديدات الإسرائيلية الإيرانية بشكل يومي، وتوقعات بأن يكون الرد الإسرائيلي قبل 5 نوفمبر موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بالطبع الموعد مهم جدا، وذلك لأن هناك انتخابات أمريكية في أقل من 3 أسابيع تقريبا، ونتنياهو لن يعطي شيئا لإدارة الرئيس بايدن الذي يتصرف وكأنه وزير دفاع لإسرائيل وليس رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ربما قد يقوم إسرائيل بالحركة نفسها التي قامت بها إيران قبل 40 عام في الإفراج عن الرهائن، وبعد أن يتم فوز ترامب وخلق فوضى معينة في المنطقة تجبر الناخبين الأمريكيين أو ترجح كفة التصويت الانتقامي داخل الولايات المتحدة ويتم فوز ترامب، بعدها يمكن التوصل لاتفاق هدنة في المنطقة. ولكن أعلنها نتنياهو صراحة أن ترامب لم يقدم رئيس أمريكي لإسرائيل ما قدمه ترامب، وبذلك نتنياهو بجميع سياساته ورفضه على إطار السنة الماضية كاملة، خلال السنة الماضية كاملة، التوصل لأي اتفاق سياسي أو اتفاق تهدئة، بالعكس يقوم بفتح المزيد من الجبهات في لبنان ومع إيران ومع جميع المنطقة، يريد أن يأخذ المنطقة لأتون حرب كبيرة جدا. هذا الأمر سوف يورط الديمقراطيين ويورط مرشحاتهم كاميلا هاريس وتل أبيب، وإدارة نتنياهو تعلم ذلك جيدا وتمارس هذا الأمر ببراعة وتدفع، وهذا الأمر يدفع باستطلاعات الرأي بترامب لوصوله إلى البيت الأبيض، وسهل من وصوله إلى البيت الأبيض وصعب من وصول كاملة. إسرائيل سوف تستثني الأهداف النووية الإيرانية وسوف تستثني الأهداف النفطية، وسوف يكون تركيزها على ضربة عسكرية تقوم بشل الجسم العسكري لإيران، ولكنها سوف تكون ضربة صادمة، سوف تقوم بشل العمل العسكري لدى إيران، وسوف تخرج إيران تكتيكيا من المعادلة، ولن تكون ضربة نوعية بالمطلق بحيث أن سوف يتم تحييد إيران من الصراع إطلاقا، ولكنها سوف تكون ضربة قوية وضربة حاسمة والضربة قادمة لا محالة.